وانا خاطري اهز ستيك ما جات بسهوله. ميكس خليجي وهيب هوب في اغنيه ليل ايزي الجديده. ما بس نبغى احد يغني راب ولا يكون له في الهيب هوب. انا خاطري اهز ستيج وما وقف ابدا شفني فالها صبح وليل زي كوتشيلا مثلا. ما جات بسهوله مره اخذت معانا وقت طويل وعشان ان احنا نطلعها بهذه الصوره الجميله والحمد لله طلعت زي ما احنا كنا نتمنى. وفعلا شفنا مود مميز في اغنيه في بالي اللي تعاون فيها ليل ايزي مع فليبراتشي وزين عماد. يعني فليب ومعانا دافي كلنا في اوت لو برودكشن. زين عماد من الفنانات اللي انا كان نفسي اني اشتغل معاهم من اول، يعني اتوقع كان في عمل المفروض يجمعني فيها في 2019، بعدين احنا اجلنا قلنا لا نشوف عمل انسب، وسبحان الله جاء العمل ذا ونفس الكلاينت كمان كان مقترح علينا زين عماد واستغلينا الفرصه وسوينا الكولابوريشن. رغم ان ستايل زينة في الغنى مختلف جدا الا ان رد فعل الجمهور على الميكس الموسيقي ده كان ايجابي. ما بس نبغى احد يغني راب ولا يكون له في الهيب هوب. زين عماد من الفنانات اللي مره رهيبين اللي قاعده تفجر الدنيا دحين باي عمل هي قاعده تسويه، سواء كان سينجل خاص بيها سواء كان كفر ايش ما كان، فاحنا التعاون معاها امانه يعني بالنسبه لنا حيودينا لجو ثاني فاهم، وهذا اللي احنا كنا نبغاه. احنا نبغى نسوي الميكس بين الخليجي وبين الهيب هوب. أما الكولابوريشن مع فيليب فما كانتش الأولى، فهم تعاونوا قبل كده بعدد من الأغاني وفي ألبوم The Proof. فيليب من الفنانين اللي أنا مرة أحترمهم، عنده طريقة اللي هو خاصة فيه، مرة رهيب برضو، فنان مرة متنوع، ما تسمع له أغنية نفس الثانية، فأنا مرة أحب فيليب كفنان، وأتمنى له التوفيق دائما، إن شاء الله الجاي حيكون أقوى بالنسبة لتعاوناتنا أنا وفيليب بإذن الله. أما تصوير الكليب فكان تحت إدارة المخرج علي النجار. المخرج اللي تعاملنا معه النجار يمكن كان من أكثر المخرجين يعني عنده سهولة في التعامل مع الفنان ومع كل اللي في السد. التصوير عنده كان ماشي بسهولة مرة، هو فاهمه وإيش قاعد يسوي، يعرف متى يوجه الفنان، يعرف كيف يتكلم معاه، يعني كان مرة ماخذ الموضوع بأريحية وكان محسسنا إحنا كمان براحة إنه ما في شيء صعب، الوقت طويل إيوه بس إحنا قاعدين ننتج ونسوي شيء مرة حلو، فأنتوا لا يعني لا تكونوا مرة شادين. العمل ده اللي من انتاج اوتلو برودكشنز تم تصويره في البحرين لمده 20 ساعه بشكل متواصل. كنا نبغى نصور في السعوديه بس ما يعني امانه ما حصلت الفرصه، تعرف عشان دحين الاحترازات وكورونا، فهذه الاشياء شويه صعبت علينا ان احنا نصور عندنا في المملكه العربيه السعوديه، فاضطرينا ان احنا نروح البحرين ونصور هنا. والإجراءات الاحترازية لكورونا صعبت شوية الأمور خلال التصوير. الموضوع عندنا كان ماشي بسلاسة بس في نفس الوقت قاعدين نحس إنه لا تسوي كذا، خليك ماشي في السد وأنت حاط الكمامة، فهذه اللي كانت شوية تعب فاهم، بس غير كذا الحمد لله الأمور كانت مرة سهلة وسلسة. وليل إيزي في صدد التحضير لعدة أعمال خاصة ومشتركة بيطرحها في الفترة اللي جاية. الشيء اللي دحين جاي إن شاء الله مع أوتلو برودكشن شيء مرة كبير، عندنا كولابوريشن وتعاون مع فنان أمريكي مجال الهيب هوب مرة كبير إن شاء الله حنعلن عنه الفترة الجاية. وأنا بالنسبة لي عندي كمان كم سينجل إن شاء الله حاعلن عنهم الفترة الجاية بإذن الله. ما أبغى أحد يعكر مزاجي، لا جو صاخب عالي باقي، ولا صيفي وصيفي ما هو عادي، تمشي بكيفي وكيفي يبقى باقي.